الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله 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 قال سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة. قال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها.
فقالت: يا رسول الله، جئت أكسوك هذه. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، اكسنيها. فقال: نعم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. قال: والله ما حملني على ذلك إلا رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. قال ابن عمر: أهديت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليها، وبعث بها إليه، فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها 9 أبيات ورجعت إلى الأول، فنزلت الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله الله الله
قال الواقدي: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران وقد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم، وهم على هذه الحال من الثياب الرثة، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم. فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأتي. فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. فبينما أنا كذلك، إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: اصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك. فعرفته الخبر على وجهه فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي بكيسي نفسه، فتواسينا 1000 أثلاثة. ثم نمي الخبر إلى المأمون الخليفة فدعاني، فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار، لكل واحد 1000 دينار، وللمرأة 1000 دينار. Thank you.
قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى، ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، فإذا به بين القتلى، فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم، فإذا برجل يقول آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم، فسمع آخر يقول آه، فأشار إلي أن انطلق إليه، فجئته، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي، فإذا هو قد مات. اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر لك. اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي، وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي. اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك، أو نفتتن عن دينك، أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك. سبحان الله، سبحان.